ينضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي ياسين أبو هين. أهلا بك معنا أستاذ ياسين. إذا نحن أمام متغير كبير جدا شكل صدمة لدى الإسرائيليين وحلفائهم وفخر لدى فلسطين، الفلسطينيين وحلفاء فلسطين والمناصرين لهذه القضية. هل أفقد هذا المشهد وهذا المتغير إسرائيل أو ثقة الإسرائيليين، وكذلك هل غير أيضا أو مزق الصورة التي حاول الكيان رسمها منذ عقود، صورة الدولة الفكرة لدى البعض؟ هذا المهم وسؤال في صميم ما تدور به الآن المعركة في قطاع غزة. نحن الآن على بعد بعد 3 ساعات يكون لهذه العملية التاريخية التي سجلت وتسجل التاريخ النضال الفلسطيني من جديد 48 ساعة. نحن نتحدث عن 48 ساعة من الإنجاز ومن البطولة ومن الشرف ومن البسالة والأداء الرائع، وفي المقابل يقابلها 48 ساعة أيضا من الفشل والعجز والخيبة والحسرة والانكسار والهزيمة التي تخيم على دولة إسرائيل وقيادتها السياسية والعسكرية والأمنية وحالة الذهول. أنا يعني أعتقد أنها بكل تأكيد تصيب كل من حالف هذا الكيان الغاصب وكل من مد يد الدعم له وكل من كان يفكر يوما أن هذه الدولة اللطيفة ممكن أن توفر له أمنا وهرول إليها ليطبع معها علاقاته السياسية والاقتصادية ويستفيد من بين يعني بين قوسين من إمكاناتها الأمنية والعسكرية التي واضح أنها كانت عبارة عن إمكانات كرتونية. المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام من خلال هذه المعركة أعتقد أنها مزقت الأسطورة الصهيونية التي كانت تتباهى بها إسرائيل على مدار سنوات وأرعبت بها دول وقوى كبرى في المنطقة من خلال مجموعات صغيرة ربما لا تتعدى المئات، تلك التي دخلت إلى غلاف غزة وسيطرت بكل سهولة وبكل يسر، لا من تحت الأرض كما كان يتوقع الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن هؤلاء يلبسون طاقية الإخفاء إن صح التعبير، ولم يقاتل معهم يعني جن، إنما هم بشر مثلنا مثلهم، نراهم بعيوننا المجردة، رأيناهم وهم يقتحمون ويدخلون، ورأيناهم وهم يعودون ويغتنمون ويسيرون بجنود وضباط جيش الاحتلال في شوارع غزة، ونساء غزة أمهات الشهداء وأهالي الشهداء يزفونهم ويزغردون ويوزعون الحلوى والورود. هذه الصفحة يعني هذه الصفحة، واسمح لي ربما المشاعر أحيانا تجيش وهي تتحدث عن هذه اللوحة الفنية ربما لا تتكرر. كنا نعتقد وكنا حينما نتخيل أن هذا المشهد قد يكون بعد 80 عاما 100 عام ربما لا يلحقه أحد فينا، لكن أن يصبح هذا المشهد حقيقة بين أعيننا ونرى. أنا أسكن على بعد حوالي 8 كيلومترات من المنطقة التي تدور فيها المعارك. جنود الاحتلال وجنود الاحتلال ومستوطنيه والياته واسلحته اصبحت الان العوبه في شوارع غزه. امس كانت مدعاه لصور السيلفي وكانت لالتقاط الصور التذكاريه. نعم. كل هذا